وأعود إلى ما يجري في محافظة إدلب والاقتتال على الأرض والاشتباكات التي تطالب هيئة تحرير الشام بالخروج من بعض البلدات هناك. وينضم لنا عبر سكايب مباشرة السيد إبراهيم الإدلبي المستشار بالجيش السوري الحر من الحدود السورية التركية. سيد إبراهيم مساء الخير، أهلا بك معنا. إلى أين وصلت الاشتباكات ما بين هيئة تحرير الشام وأيضا وأحرار الشام، وأيضا ما صحة الأنباء التي تحدثت عن إصابة الجولاني إضافة إلى الخسائر التي تكبدتها هيئة تحرير الشام؟ نعم، مساء النور لك لجميع المشاهدين. بداية دعينا نتحدث عن انطلاق الاشتباكات وأسبابها منذ تمام الساعة 9 مساء من مساء الأمس. كان طبعا سبب الاشتباكات هو في بداية أمر قيام هيئة تحرير الشام بالتعدي على مظاهرة كانت تحمل أعلام الثورة السورية. عناوة عن ذلك كان هناك تراكم مشاكل ما بين حركة أحرار الشام في وقت سابق وما بين هيئة تحرير الشام، وذلك على خلافات في الحماة الشمالية وعدد من مناطق إدلب وليبيا. كل هذه التراكمات أدت إلى حقيقة انفجار وغصان شعبي هائل في شمال سوريا من أجل احتجاج هيئة تحرير الشام، أو كما تعرف كان سابقا بجبهة النصرة، خاصة أنه كان هناك خلاف كبير على مستوى الحاضنة الشعبية، وخصوصا أن هيئة تحرير الشام كانت في وقت سابق قد فقدت الكثير من حاضنتها الشعبية بسبب الانتهاكات التي كانت تقوم بها. فكان هناك مطالب شعبية من الشارع في الشمال السوري باهتزاز وقتال هيئة تحرير الشام. طيب. كانت سيد إبراهيم، يعني صوت ربما لا يصلني بشكل نظيف بشكل واضح، لكن مع ذلك سنتمم هذا الحوار. الحراك المدني ربما والاحتجاجات ضد هيئة تحرير الشام يعني تواصلت خلال اليومين القليلين الماضيين، لكن إلى أين وصلت بالتحديد؟ المدنيون يطالبون هيئة تحرير الشام بالخروج، إلى أي مدى ربما عانوا منها أو المعطيات على الأرض التي جعلتهم يصلون إلى هذه المرحلة ولا يصمتون ويطالبون بخروج هيئة تحرير الشام؟ طبعا كثرة انتهاكات هيئة تحرير الشام في المناطق المقربة أدى إلى خروج المظاهرات. اليوم كما تفضلتم في تقريركم كان هناك مظاهرة في مدينة سراقب من أجل إخراج هيئة تحرير الشام، وأيضا من أجل إخراج كافة المظاهر المسلحة من المدينة. عناوة عن ذلك كانت هناك مطالبات في مدينة كفر نبول من أجل دخول الجيش الحر وحماية المدنيين من الاشتباك الحاصل ما بين الطرفين. عناوة عن ذلك في إخزارين أيضا كانت هناك مظاهرة طالبت بخروج هيئة تحرير الشام. في سرمدة أيضا انتقلت الاشتباكات لتصل إلى مضيق معبر باب الهوى الحدودي، ثم قامت الحكومة التركية بإغلاقه من الطرف التركي جراء اقتراب الاشتباك إلى مسافة 2 إلى 3 كيلومتر من الحدود التركية. عن ذلك أيضا كان هناك اشتباكات وأيضا استهداف في قذائف الهاون في مدينة الدانة من هيئة تحرير الشام وسط المدينة لحركة أحرار الشام. هذا ما يعرض حقيقة المدنيين للخطر. أيضا استخدام هيئة تحرير الشام المفخخات في معركتها الأخيرة، هناك مفخخة كانت قد ضربت مدينة حارم وأخرى ضربت أرمناز. لدينا مدنيين كانوا قد قتلوا جراء هذه المفخخات. أيضا كان لدينا تفريق مظاهرة اليوم أيضا في سراقب استهدفت بقذيفة هاون أدى إلى وقوع إصابات صفوف المتظاهرين، أي أن انتهاكات النصرة أو ما تعرف هيئة تحرير الشام اليوم قد بلغت الزربة وبلغت طبعا حد عالي جدا. هذا ما اضطر المدنيين إلى المطالبة بدخول أو بدخول قوات الجيش الحر لحماية المدنيين في المرحلة الأولى. طبعا وهذا هو هدف الجيش الحر وحماية المدنيين من أي نوع إن كان النظام وغيره من ميليشياته أو حتى الفصائل. طيب سيد إبراهيم، الفصائل المعارضة التي تقاتل الآن هيئة تحرير الشام، ما مطالبها والهدف الرئيسي من هذا الاقتتال وهذا الاشتباك المدعوم طبعا بهذا الحراك المدني وهذا الاحتجاج المدني؟ لن تتوقف إذا الاشتباكات إلى خروج هيئة تحرير الشام، أو ما الهدف من وراء كل هذه الاشتباكات وما يجري على الأرض الآن؟ في بداية الأمر الهدف هو إنهاء المظاهر المسلحة في المناطق المحررة بشكل كامل على كافة من يحمل السلاح، التوجه إلى جبهات النظام أي إلى ريف حماة الشمالي، إلى منطقة ريف اللاذقية، إلى أيضا ريف حلب، أي الخروج من المناطق المدنية المأهولة بالسكان. على المدنيين إدارة مناطقهم عبر المجالس المحلية أو الإدارة الذاتية. إن هيئة تحرير الشام بقيت في المناطق المحررة ولم تقم بالتوجه إلى خطوط الجبهات، على العكس كانت أيضا تنسحب من خطوط الجبهات متجهة إلى المناطق المحررة. هذا ما استدعى الجيش الحر وأيضا حركة أحرار الشام من أجل انطلاق هذه المعركة أو معركة ما يسمى فرض هيئة تحرير الشام إلى المناطق المحررة. أيضا زيادة الانتهاكات والتدخل في حرية المدنيين وحقوقهم المحلية أيضا أدى إلى
تدخل قوات الجيش الحر واحرار الشام من اجل ازاله هذه الظاهره. اذا على هيئه تحرير الشام الخروج من المناطق المحرره بشكل كامل. اذا ارادت البقاء فلتتوجه الى جبهات النظام وتشارك في معركه نعم. او عليها ان تبقى من اجل قتال الجيش الحر وفنائها داخل نعم سيد ابراهيم الشعبي. اشكرك على هذه المداخله ابراهيم الادلبي المستشار بالجيش الحر، وكنت معنا عبر سكايب من الحدود السوريه التركيه. شكرا جزيلا لك.